ازاي؟ خد غطا، عمل عضويه جديده، اوكي. دلوقتي مطلوب مني ان انا ادخل بيانات العضو الجديد. طيب ابتدي اكتب، ادي الاسم الاول وادي الاسم الاخير اللي هو اسم العيله يعني. كل حقل من هنا او كل خانه من هنا قدامها اللون الاحمر دوت او الاسترسك دي او النجمه ديت، يبقى معناها دي مطلوب ان انا لازم اجباري ان انا لازم ادخل بيان فيها. هنا مش موجود اجباري، لو انت ليك اسم نيك نيم او ان اسم مستعار ان انت ممكن ايه تدخله. طيب هنا الرقم القومي، لازم ندخل الرقم القومي. وبعدين بعد ما دخلت الرقم القومي هشوف تاريخ الميلاد. انا مش هدخل تاريخ الميلاد، ليه؟ تاريخ الميلاد هو موجود في الرقم القومي، فالبرنامج بيستخلص تاريخ الميلاد من الرقم القومي اللي انت دخلته. بعد كده البريد الالكتروني، وزي ما قلنا أهمية البريد الالكتروني، ان لازم كل عضو يكون مسجل بريد الكتروني مظبوط علشان اوريفليم تقدر تتواصل بيه. اوكي، بعد كده ادخل رقم المنزل والشارع رقم الشقه، وبعدين المنطقه مثلا، قلت مثلا المعادي مثلا، وبعد كده السيتي. انا بنزل لتحت بشوف ان هو في معادي، اهي معادي موجوده، اوكي. وبعدين البريد، الرقم البريدي هو بيطلعه لي، رقم تليفون المنزل برضو مهم قوي، رقم الموبايل زي ما اتفقنا حاجه مهمه قوي، بيان مهم قوي، علشان عن طريق الرقم الموبايل اقدر اوريفليم تقدر تبعت لي اس ام اس. بعد كده بيسالك ازاي اتعرفت على اوريفليم، اقول له مثلا عن طريق، اشوف انت عرفت اوريفليم عن طريق ايه، فانت عن طريق عضو، عن طريق انترنت، اعلان. بعد كده انا موافق على الشروط، اوكي، وبعد كده بقول له سجل. اوكي، انا كده سجلت العضوية الجديدة زي ما احنا شايفين، وظهر لي ادي الكود، الكود الجديد او كود العضو الجديد، وادي كلمة السر بتاعته اللي هي مستخلصة من الرقم القومي. اوكي، بعد كده نروح لآخر نقطة اللي هي التقارير. من التقارير اقدر دلوقتي ان انا اللي هي موجوده في نتورك ريبورتس، في عندي مجموعه من التقارير اقدر استخدمها. اول تقرير فيهم اللي هو داون لاين،
جاب لي الداون لاين الخاص بالكود اللي احنا كنا دخلناها في الاول. طيب اقدر طبعا اتصفح البيجز، او عندي 20 بيج، الريبورت ده عباره عن 20 بيج، اقدر اطبعهم لو انا موصل برينتر بالبي سي بتاعي اقدر اطبعهم، او اقدر ان انا اكسبورت ان انا احولهم لبرنامج الاكسل، وبرنامج الاكسل اقدر ان انا اعمل الاناليسز بتاعتي. زي ما احنا شايفين ادي الريبورت موجود قدامي اهو لكل الداون لاين بتوعي، واقدر ان انا اعمل الاناليسز اللي انا محتاجها او الترتيب او الحسابات اللي انا عايز احسبها. طيب يبقى ده كان الايه، ده كان الريبورت اللي هو بتاع الداون لاين. اي ريبورت من دول اقدر اعمل فيهم نفس الحكايه دي. هنا النيو اكتيفيتي ريبورت، ان انا اقدر اطلع الريبورت بتاعي عن طريق الفيرست ليفل، او ان انا اطلع ريبورت بالناس النيو ستارترز، الناس الجديده عندي، او الناس الاكتف، او الناس اللي هم الان اكتف، او الناس السليبنج اللي هم الناس الخملانين اللي بقالهم فتره ما اشتغلوش. اقدر احدد البيريود كمان، اقدر احدد في انهي فتره انا عايز الريبورت دوت كان في انهي فتره او في انهي كتالوج. تمام. طيب بالنسبه للبيزنس اند اكتيفيتي ريبورت، جاب لي سمري عن النشاط بتاع الكود اللي انا كنت مدخله، او المستشار اللي انا كنت مدخله، الاسم والعنوان، تليفون، رقم موبايل، وجاب لي بقى عدد النقط الشخصيه قد ايه، والنقط البي في يعني قد ايه، والمجموعه الشخصيه النقط بتاعتها قد ايه، تقرير بالبيزنس نفسه او النشاط بتاع العضو عامل ازاي. النيو كونسلتنت ريبورت، تعال نشوف النيو كونسلتنت ريبورت دوت. ده بيجيب لك ريبورت موجود فيه الناس اللي هم الاعضاء الجديده بتاعتك، ومن اللي هم بقى لهم 3 شهور، اللي هم يعني تشوف الاعضاء الجداد بتوعك هل هم التحقوا ببرنامج الترحيب الاولاني والثاني والثالث ولا لا. ادي في الريبورت ده بيبان من الكولوم دوت، يعني هنا مثلا العضو دوت مثلا هنا بيبين لك ده عضو مثلا مر بالثلاث برامج ترحيب، ده عضو ما عملش برنامج الترحيب، هو ابتدى في 10/12/2011، وما عملش برنامج الترحيب. ف من التقرير دوت تقدر تتابع الاعضاء الجداد في مجموعتك الشخصيه. باك تو بزنس عشان ترجع للريبورت تاني. هنا في الايميل اكتيفيتي ريبورت، ده لو انت عايز تبعت الايميل بتاعك على الريبورت بتاعك على الايميل ادرس الخاص بيك. الليدر كلاب تارجت، ده بالنسبه للقاده فقط، القاده فقط يقدروا يتعرفوا على التارجت او الهدف اللي محطوط لهم من الشركه علشان يوصلوا ليه، علشان يحافظوا على ال المكانة اللي وصلوا فيها ان هم اصبحوا قادة. بكده نكون استعرضنا مع بعض الاونلاين، استعرضنا ازاي ان احنا نعمل اوردر، ازاي ان احنا نعمل عضوية جديدة، وازاي نستعرض التقارير من خلال الاونلاين. شكرا.